طيب خلينا نشوف راي السيد غضنفر. سيد غضنفر، يعني هنالك تخوف كبير يعني من تحالف الفتح فيما يخص مبادره السيد الكاظم، اريد اعرف يعني شنو مجمل التخوفات اللي تضعها تحالف الفتح امام خطوه السيد الكاظم، خاصه هنالك حديث لزج البعثيين في الحوار، ما اعرف شنو الادله اللي موجوده عندكم. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لجنابك ولكل مشاهدي قناة زاك روس ولضيفيك الكريمين. أنا باعتقادي أي دعوة حوار أو أي دعوة فتح صفحات جديدة ضمن إطار الحوار الوطني هي دعوات مقبولة، ولكن خلي تكون واضحة المعاقل. يعني مرة إحنا نقول فتح حوار مع الحكومة، ومرة نتحدث عن فتح حوار مع الطبقة السياسية. اليوم اكو فرق بين هذا، الحكومه لها معارضين قد يكونون من داخل العمليه السياسيه، اما الطبقه السياسيه جميعا، جميع الكتل السياسيه التي غيرت من اشكالها والوانها خلال 17 سنه، انا باعتقادي اكو ضغط عليها واكو معارضه عليها، على كل الطبقه السياسيه وعلى كل الكتل السياسيه من جهات داخل البلد وخارج البلد. هسه هذا مرة ناقم على النظام السياسي الجديد، ناقم على تصرفات الطبقة السياسية، ناقم على الفساد الإداري وعدم إدارة الدولة بشكل منضبط وشكل حقيقي وشكل رصين. اليوم احنا هناك دولة، من ننظر إلى النظام الملكي كان نظام مرتب مخدوم، اجى نظام الجمهوري فترة عبد الكريم قاسم هناك حديث جيد عنها، لكن بعد وصول صدام حسين حتى النظام البعثي بالفتره من 69 او 68 ل 79 كان اكو نوع من المقبوليه بالشارع، لكن بعد وصول صدام للسلطه لا، اختلفت الامور وتزجنا في حروب احنا مو بحاجه لها. احنا اليوم خلينا نتحدث استاذ فهد، وانا ممنون منه شخص محترم، عن عقد سياسي جديد. يا اخو من هو اللي يكتب العقد السياسي؟ ما هي نفس الكتل السياسيه تتصارع على مصالح، سواء مغانم وزارات وعلى مغانم نفط. هسه سيد غضنفر، سيد غضنفر هسه نعم. الاعتراض هو مبدئيا، يعني هو الاعتراض على الشخوص والاحزاب نفسها، لو الاعتراض انه وجود شخصيات يعني ربما هي محظوره بالواقع السياسي العراقي راح تدخل بهذا الحوار. بالتاكيد الدستور العراقي واضح، واللي انكتب واللي هو يمثل العقد الاجتماعي ما بين الشعب العراقي والسياسيين، ذكر وحدد انه اي شخص ملطخ يدر دماء العراقيين هذا ما يدخل العمليه السياسيه ولا يشارك. وحضر ايضا احزاب محدده حضرها، وذهبنا باتجاه انه القضاء هو الذي يحدد صفه هذا الشخص، اذا كان هذا الشخص ما عليه اي ملابسات وما عليه اي شيء فالقوانين نظمتها، اكو قوانين موجوده زين، انه ممكن المبادره يحميها الدستور. بالضبط، احنا مع اي مبادره يحميها الدستور، ونذهب باتجاه انه الكل يشارك اذا ما عليه اي مؤشرات ضمن العمليه الانتخابيه. وانا اعتقد اليوم انت بنشوف 470 حزب او 460 حزب هم ما عليها، هذا ايضا مر فلتره، كل هذه الاحزاب وكل مرشح راح يمر فلتره ويدخل ضمن قنوات قانونيه وقضائيه، لا عليه ادله جنائيه، لا مشمول بالمساءله والعداله، هذه كل الاجراءات موجوده. وبالتالي هذه القضية أنا باعتقادي قضية من الناحية القانونية، يشارك بالانتخابات ويفرض نفسه، يقنع الجمهور بأداء جديد، وبالنتيجة هو محتاج إلى تحالفات مع كل الكتل السياسية اللي عليها نتغير واقعها بشكل منفتح وتفتح مثل ما يقول أذرعها للمقبولية. اليوم شوف التيار الصدري قبل مثلا كان يعني سنين شيء آخر، انفتح في مرحلة ما على الحزب الشيوعي وهذه وعلى حركات مثل العلمانيه، هذا التفاعل الموضوع، التفاعل الصحيح هو بهذه الطريقه. احنا دعوه رئيس وزراء، تعرف الحكومه هي حكومه انتقاليه، الان عليها ان تنظم انتخابات وتوفر جو امن وتكمل زين. سيد غضنفر خل ابقى انا في موضوع معين، هو تصريحك بما يخص الموضوع، يعني اشرت الى موضوع معين هو يعني الملطخ ايديهم بدماء العراقيين، وايضا هو تلميع او عوده لاطراف حزب البعث بضغوطات دوليه. اريد اعرف انه اكو دليل لهذا الكلام اللي هو يعني كان مبني على استقراء سياسي.
أولا أنا ما ذكرت في تصريحي حزب البعث حتى أكون صريح وياك، يعني أنا ذكرت الملطخة أيديهم بدماء العراقيين، من يعني هواي من البعثيين، اسمح لي حنتحدث بصراحة، هواي من البعثيين كانوا يعملون في دوائر الدولة ويشتغلون وقياديين، يعني قياديين بخدمة للمواطن، أما وحتى الدستور وضح النظام الصدامي أو البعث الصدامي، أكو فرق بين البعثي الذي يعمل في إطار الدولة واللي خدم في دوائر الدولة وبين من خدم صدام. فهنا خلينا نفصل هذا الموضوع، تصريحي كان واضح، ذكرت أن الملطخة أيديهم بدماء العراقيين، أنا ما ذكرت البعثيين بالجملة، هناك من البعثيين اللي عملوا مؤسسات الدولة حتى بالنظام الحالي عملوا وقدموا ويشتغلون وما عليهم شهادة، وإحنا هذا نظلنا يعني نظل نصرح، وكل كتلة سياسية حتى تجي الانتخابات وتتهم البعثية، هذا معناته أنت زين كثير من طبقات الشعب، احنا ما قدمت هاي الكتلة السياسية زين.